من قلب الشرق الأوسط النابض، مدينة أبوظبي الملهمة. ينثر معرض أبوظبي الدولي للكتاب أشعته كمنارة ثقافية وعلمية منذ 33 عاماً، ويلعب دوراً حيوياً في ربط الحضارات وتعزيز التفاهم الثقافي والإنساني بين شعوب العالم. وهذا العام يسلط المعرض ضوءه على حضارة هي الأعرق والأقرب لزايد الخير وأبنائه، التي قال عنها: مصر هي القلب. مصر التي تربطها بالإمارات العربية المتحدة علاقات تاريخية عميقة تمتد أواصرها عبر الزمن. ويأتي اختيار مصر كضيف شرف في معرض أبوظبي الدولي للكتاب تأكيداً على عمق هذه العلاقات وحرص البلدين على تعزيز التعاون الثقافي والفكري. من وادي النيل العريق أشرقت شمس مصر على صفحة النهر الخالد، فكانت مهد الحضارة وفجر الضمير، وعلى صفحات التاريخ سطرت قصصاً خالدة من حكايات الملوك العظماء إلى حواديث الفلاحين البسطاء وروايات الكتاب والشعراء الذين ألهموا العالم. من عجائب الفراعنة المهيبة إلى جاذبية كليوباترا الخالدة، من أهرامات الجيزة الشامخة التي تباهي السماء بعظمتها إلى مكتبة الإسكندرية التي ضمت بين جنباتها أسرار العالم. وكما ازدهرت العلوم والفلسفة والطب والهندسة، كانت مصر موطناً للموسيقى والرسم والعمارة. مصر التي لم تتوقف إبداعاتها عند حدود التاريخ، بل امتدت إلى الحاضر، منارة للعلم والمعرفة والثقافة والفنون، أوبرا وفناً تشكيلياً، شعراً ونثراً، موسيقى وغناءاً، مسرحاً وسينما. مصر الولادة التي ما زال أبناؤها يسطرون كل يوم صفحات جديدة في كتاب تاريخها المشرف، ويرفعون اسمها عالياً في كل المحافل العالمية. فمرحباً بمصر الحضارة والحاضر في معرض أبوظبي الدولي للكتاب. من 29 من أبريل إلى 5 من مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنب.